نبدأ جولتنا في الصحف العربية من مصر، حيث كتبت الشروق أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت باجتماع اللجنة الدستورية بشأن الاستحقاق الدستوري في ليبيا الذي احتضنته مدينة الغردقة المصرية. وتابعت اليومية نقلا عن بيان للبعثة الأممية أن اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة اتفقت على إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة في 24 جنوبر المقبل. وفي موضوع آخر، تطرق الشرق الأوسط طبعة القاهرة إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، مشيرة إلى أنه بعد يومين من تسيير أول رحلة جوية من القاهرة إلى الدوحة منذ 3 سنوات، أعلنت الخارجية المصرية أمس أن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا. وفي الإمارات، قالت صحيفة الاتحاد إن السياسي الديمقراطي جو بايدن أدى اليمين رئيس للولايات المتحدة متعهدا بأن يكون رئيس لكل الأمريكيين ليتولى السلطة في بلد يعاني من انقسامات سياسية عميقة واقتصاد في أزمة وجائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة 400,000 شخص. واعتبرت الصحيفة أن بايدن تولى المنصب في وقت مضطرب يتواجه بلاده وما وصفه مستشاره بأربع أزمات مجتمعة، وهي الجائحة والتراجع الاقتصادي والتغير المناخي والعنصرية. وفي موضوع آخر، أفادت الرؤية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في دارفور في السودان بعد مواجهات دامية في الأيام الأخيرة.